أنه بالرغم أنه الآن في وثائق ثبوتية تثبت أن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود بن مقرن بن برخان اللي هو الإمام الثالث، إذا اعتبرنا محمد سعود هو الأول فيكون هو الإمام، أيوة الإمام صحيح الثالث صحيح، أن هذا الرجل كان يتواصل مع الإنجليز وتواصل مع الإنجليز، اشتكوا إليه مجددا. متى هذا الوضع الآن؟ هذا الكلام نتحدث. هذا الكلام فيه وثائق موجودة أيضا في النت، ممكن نبحث تاريخها، لكن 1980-90 هذا تواصله مع الإنجليز، واشتكوا إلى الإنجليز من القواسم. القواسم هؤلاء مجاهدون وهابيون مجاهدون، لكن كانوا يهاجمون السفن البريطانية في البحر صحيح. فأوقفهم سعود بن محمد، سعود بن عبد العزيز أوقفهم، سعود الأول أو سعود الكبير كما يسمونه، أوقفهم عن هذه التصرفات، بل واعتقل إحدى القواسم واحتجزوا عنده في الرياض. فإذا هم من قديم لهم علاقة مع الإنجليز، يعني بعض يقول إنهم هم إنهم منعوا تقدم الإنجليز العالم الإسلامي، غير صحيح، هم في الواقع لهم مشاركة مع الإنجليز من الدولة الأولى، وهذا لم يكن معروفا من قبل حتى أظهر ظهرت الوثائق مؤخرا. تمام، العلاقة مع الإنجليز سنأتي لها، والعلاقة مع القواسم التي تم تصفيتهم في 1820 أو قبل 1817 تقريبا. لكن عودة أو إذا سمحت لي هنالك لحظات مهمة، متى أعلنت الدولة السعودية الأولى؟ أولا تعتبرنا بيعة محمد الوهاب لمحمد بن سعود حتكون 1160 هجري 1740-50 في اللحظة هذه الآن بدت فيها هذا البزوغ للدولة السعودية، بقيت محصورة في الدرعية عشرات السنين، لكنها كدولة ككيان بيعة، هناك بيعة لشخص إمام يقود دعوة. لكن سؤالي، ما أهمية الوهابية في هذه اللحظة؟ ها، وهل بالفعل هي التي حملت الدولة السعودية وكان هو مرتكزها؟ هي وهل يصح القول أن محمد بن عبد الوهاب هو الذي أسس الدولة السعودية الأولى؟ قطعا، ليس لآل سعود أصلا عبارة عن أسرة صغيرة فيها في كما ذكرت في نسبها مطاعن وكلام لا نخوض فيه، ليس له قيمة كبيرة، لكنها ليست هي من قبائل، وهو في وسط نجد، وسط نجد فيه قبائل مرهوبة، وفيها مش قبائل شيوخ شمل لقبائل يهزون الأرض هزا، الدواسر، قحطان، سبيع، عتيبة، حتى مطير تصل إلى مطير، طبعا تبعد الصاد في القصيم وشمالا. أما قبيلة يدعي سعود انتماء إليها وهي قبيلة عنزة، وهو اسم عام يشمل جميع القبائل ربيعة في الزمن القديم، حتى دخلت فيها وائل، دخلت فيها تغلب والآخرين، وبعض تغلب دخل في الدواسر بالمناسبة. هذه القبيلة أكثر مكان سلطانها في شمال نجد وفي بلاد الشام، ليس لها تأثير في وسط نجد، فليس للرجل أي خلفية قبلية تجعله أكثر من أمير قرية صغيرة بوجود قدراته المالية واجتماع الناس حوله، ولا أكثر ولا أقل. فنشوء دولة بهذا الشكل بناء على بيعة وعلى مبدأ يراد نشره، كان إنما المنظر الرئيسي والمنفذ الرئيسي لها محمد بن عبد الوهاب، في كلام. طيب بعد الفاصل نواصل، ولهذا كان محمد بن سعود عبارة عن طرطور في حقيقة نعم الأمر. نعم نعم نعم، بعد الفاصل إذا سمحت لي نواصل هذا الحديث الشيق عن نشأة الوهابية.